بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم إذ أرسلنا إليهم
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقول متى هذا
صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون الشيطان
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما أفلا يشكرون
كل شيء وإليه.